عبد الرحمن النمر. حياك الله عبد الرحمن. مساك الله خير استاذ سامر، وحي استاذ حسن ناجر الرجل الفعال في الكره السعوديه. عاد دايم دامك موجود عبد الرحمن، قليل تشوف عضو مجلس الاداره يدعم، دايم اعضاء مجلس الاداره يكون لهم دور بعيد شوي، بس حسن ناجر من القلائل اللي تشوفه فعلا له دور واضح وصريح ها من خلال الدعم. الاستاذ حسن عرف عنه يعني صحيح انه عضو شرف نادي ورفع اخلاقه العاليه، وهذا هو مناسبه وطنيه ومناسبه وطنيه للوطن، فالجميع مشارك في هذه المناسبة. اليوم ما عندنا ما في هلال، ما في نصر، صحيح، ولا أهلي ولا اتحاد. اليوم هو اسم الوطن أهم على شيء في يومنا هذا. طيب صحيح. عبد الرحمن النمر، مباراة المنتخب بكرة، أنت من الناس القريبين جدا من شؤون المنتخبات الوطنية في المراحل السنية وحتى على مستوى المنتخب الأول. بكرة تشوف أن الوضع في تفاؤل مختلف عن الفترات السابقة والبطولات الماضية؟ اولا احنا الان اعتبرنا احنا دخلنا في عصر جديد، عصر اسمه تجدد المنتخب السعودي. لدينا منتخب متجدد، لدينا اداره اتحاد جديده، لدينا مدرب جديد وعناصر جديده وشابه، وهذا هو اللي يميز المنتخب السعودي في هذه المرحله. وكلنا امل وباذن الله من المنتخب هذا الجديد والمتجدد بان يقدم مستوى كره للكره السعوديه، يكون عصر هذا هو عصر الكرة السعودية الجديد بشبابه. طيب المنتخب تفضل كمل. المنتخب السعودي هذا متجانس مع بعضنا البعض، فيه الروح فيه الخبرة، يعني مزيج بين الخبرة والروح والخبرة والحيوية الشباب. هذا هو المنتخب اللي احنا نتمناه دائما وابدا، واتمنى باذن الله ان المنتخب يستمر في البطوله المقبله ان شاء الله. ان شاء الله. طيب حتى لو كان المنتخب الصيني مخيف، حسن ناجور هنا يقول ما شاء الله البنيه الجسمانيه والطول خاصه في خط الدفاع عندهم قويه جدا. اولا كلام سيدي حسن ناجور كلام صح. نعم الدور الصيني انا متابع احيانا لبعض الدوريات، وبدات المنتخب الصيني حتى ما تكون مباراه المنتخب السعودي حاول اتابع المنتخب الصيني. المنتخب الصيني او الدور الصيني الان افضل بكثير من السابق. المنتخب الصيني الان اقوى من الاول، لكن والله الحمد من خلال السنوات اللي قضينا مع الكره السعوديه، ويمكن سيدي حسن وسيدي سامر انتم عارفين الوضع، انه مواقفنا ايجابي دائما وابدا ايجابيه مع المنتخب الصيني، حتى لو كانت افضل منا، لكن ان شاء الله باذن الله نحن الافضل في هذه المرحله بروح الشباب ان قادرين على تجاوز هذه المرحله. نعم اتفق مع سيد حسن انه لعب انا اعتقد انه اذا ما اخذنا ظن انه بالنسبه لطولهم وانهم يستغلون الكره العرضيه، فهذه ميزه المنتخب الصيني. لكن لدينا وتفوقنا ايضا بالسرعه، لكن نحن عندنا المهارات الفرديه اللي تميز بها لعب المنتخب السعودي، وهذه اللي حتميزنا في مباراه الغد. طيب عبد الرحمن، تغطيتكم بكره في الجريده الرياضيه كيف راح تكون بكره؟ مواكبه للحدث يعني. اكيد حنكون مع الوطن، وزي ما قلت له زي ما قال الحسن هو يوم وطن وللجميع، حتكون متخصصه بالمنتخب السعودي غدا. يعطيك العافية عبد الرحمن النمر، شكرا لك ولتواجدك معنا عبر إذاعة مكسفم. يعطيك العافية. شكرا وشكرا لك. شكرا لك.